مسيكم بالخير. اليوم تجربة قيادة فراري روما 2021، اللون أزرق سماوي إلى أزرق غامق قريب من هاللون. السيارة 612 حصان، 8 سلندر توين تيربو. حاليا بنسوي تجربة القيادة في سيتي ووك في دبي. حاليا السيارة على الريس مود، هذا السبورت مود، هذا الكومفورت مود، وهذا الويت مود. حاليا بنبدأ في الكومفورت مود حسب انه في وسط المدينة حاليا، والسيارة حاليا على الاوتوماتيك، يعني من تلقاها يبد الجير كامل تحت تصرف السيارة. في زر هنا إذا حابين نضغطه اللي هو منول، يحول السيارة بالكامل إلى الجير عادي، تقريبا زي ما يقولوا بتحكم كامل في السيارة. هذا حاليا العزل للسيارة. الحين نفتح الشبابيك اللي على اليمين واليسار ونشوف الأصوات الخارجية والداخلية للسيارة وقت تجربة القيادة. هنا زي ما شايفين الإنارة للسيارة، هذا الأوف والأون. الإشارات تختلف في يمين واليسار. هنا على اليسار تضغطون الزر عشان تلف معكم الإشارة. هذا أنا مفتح شبابيك عشان نسمع العزل الداخلي والعزل الخارجي وقت التجربة. زر النافيجيشن حق السيارة. طبعا كل فراري تختلف على المواصفات وعلى الداخلية وعلى الخارجية، يعني نقدر نقول فراري روما تتميز من داخليتها من ناحية الفخامة ومن ناحية التكنولوجيا الداخلية اللي فيها، ومن ناحية جميع الخدمات اللي في السيارة نفسها. يعني في أغلب السيارات فراري روما ما تجي فيها في السيارات العامة الفراري ما تجي بشاشة زي هذه، بعضها فيه شاشات. كل سيارة تختلف. الروما طبعا فيه كرسيين ورا بعد، هذا كرسي واحد يمين وكرسي واحد يسار وكرسي واحد على اليسار، فمجموع الكراسي أربعة. وهذا الريوس اللي حطيناه ينور السيارة بالكامل، في كاميرا كاملة. نسكر الدرايش على اليمين وعلى اليسار عشان نسمع العزل الداخلي والخارجي. هذا الحين عزل الخارجي سكرناه عشان نسمع الصوت الداخلي عن الخارجي. نخفف صوت المكيف عشان تسمع الصوت بالكامل ودق التفاصيل. هذا
حاليا بنحط على سبورت مود بعد عشان الصوت يعلى الماكينة والصوت الاكزوست وعزم السيارة يزيد. السيارة داها كرياضي. وهنا زي ما تشايفين في تحكم كامل بالشاشة. هذا ضغطة زر هنا الهوم. ضغطة واحدة يطلع لي الكاميرا اعدادات. هذه عدة خلفيات، الخلفية اللي ورا للشاشة، هذه خلفية اللي تجي نافيجيشن على اليسار، ثبات السيارة على اليمين يطلع اتجاهات، هنا البلوتوث وهنا الشاشة، يمدي الواحد يعدل عليها يختلف. هنا نضغط على المنيو إذا حابين نعدل، طبعا هي كلها باللمس ما في أزرار. الحين تحول نافيجيشن إلى هنا، ونحول هنا بعد نافيجيشن ثاني. وهنا على الإضاءة كامل للسيارة الأمامية، الأنوار الأمامي، وهذه الضغط الزر هذه يتحكم كامل بال زي ما شايفين اللي هو الكاميرات الكامل للسيارة. ضغط الزر تطفي على اليسار، وهنا تشغيل السيارة وهنا تطفي السيارة. وهنا ضغط الزر هذا تفتح الباب، ما في شغلة تفتح إلا ضغط الزر زي كذا. ضغط الزر، ضغط الزر يقفل حتى الباب اليمين. سويت تجربة قيادة بعد على السيارة، اللي حاب يشوف الفيديو الثاني اللي وقت الصبح حيشوفه في آخر الفيديو ويشوف بعد في التعليقات، بحط فيها لينك بحيث إذا بغيت تشوفه وقت السيارة تجربتها في الصبح. وإن عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك والكومنت في القناة، وشكرا لكم.